طيب انا لو ما طعمتش ايه المشاكل او ايه الاضرار اللي ممكن تعود عليا؟ يعني على نفس السياق، انا ممكن الاضرار دي تبقى خاصه بالافراد وممكن تكون خاصه بالمجتمع اللي حواليا كله. فخليني اقول لك على ارض الواقع، مثلا من مستشفيات العزل 99% من وفيات كورونا في مستشفيات العزل كانت حالات مش من الطعام. ويمكن الارقام دي مشابهه جدا للحاجات اللي اتنشرت دوريا علميا في المجتمعات الاخرى. فخليني اقول لحضرتك بطريقه تانية انه كل 100 حاله وفاه من كورونا 99 منهم كان ممكن نمنعه عن طريق اللقاح. خلينا أقولها كمان بطريقة تانية، أنه أنا لو ما اتطعمتش وأنا عندي عوامل خطورة لكورونا، لا قدر الله خطورة أن يحصل وفاة من كورونا بتزيد جدا، يمكن up to 10 أضعاف لو واحد تاني مشابه ليا كان متطعم. فأعتقد الأرقام دي تخلينا كلنا يعني نقبل على اللقاح، لأنه هو في الآخر المؤدى هو الحماية من أني أدخل مستشفى، أحتاج لا قدر الله لو جالي كورونا أني أحتاج أدخل مستشفى أو رعاية مركزة أو لا قدر الله وفاة. فدي أول نقطة. النقطة الثانية زي ما قلنا موضوع التأثير على المجتمع، ما هو لو أنا ما أقبلتش على اللقاح وغيري وغيري وغيري، إحنا مش هنوصل للنسبة المرجوة من المناعة المجتمعية، وبالتالي نبدأ نحد من انتشار الكورونا في المجتمع ونحد من الكيرف الوبائي الكورونا، وكمان نقلل من نسب التحورات. وما نغفلش ابدا طول الوقت واحنا بنتكلم على اللقاح ان في خطوه قبلها اساسيه، فكره ان التزامنا باجراءاتنا الوقائيه العامه دي احنا اتفقنا ان هي بقت اسلوب حياه، ان احنا محتاجين طول الوقت نبقى ملتزمين واخدين بالنا من فكره التهويه الجيده، من الالتزام بلبس الكمامه، من التباعد الاجتماعي، ومن غسل الايدي باستمرار او تطهيرها باستمرار. فبتكلم على اساليب عامه مع اللقاح باذن الله هي اكتر يعني اسباب رئيسيه ومحدده، والحقيقة مش مكلفة خالص، يعني هتقدر ان هي توجهنا بان كيرف كورونا يبدأ يقل، وخطر الإصابة بكورونا اللي تؤدي الى مستشفى او رعاية مركزة او لا قدر الله مشاكل اكتر بتقل بنسبة مباشرة وبنسبة كبيرة جدا.